أرحب بكم أعزائي الطلبة في تمرين جديد وفي محاضرة جديدة. راح نتحدث اليوم عن تمرين 10-6، وياكم الأستاذ محمد نجم نوفلي. أتمنى تشتركون بالقناة وتشاركون هذه الفيديوهات لزملائكم حتى يستفادون. بهذا التمرين عندنا كلمات على طريقة بلاندينج، على طريقة البلاندينج اللي هي طريقة اللي يكون بها حذف كلمتين ودمجهم في كلمة واحدة. فهذا تمرين ونطيك كلمات وقايل لك انطيني اصلهم قبل ما يتم تغييرهم وفقا لطريقة البلندنج. وراح انطيك مثال بسيط، عندنا كلمة سموغ، سموك فوغ، مختصرينها الى سموغ، هي اصلها سموك فوغ، هي مختصرينها الى سموغ. فانت المطلوب من عندك شنو؟ انت المطلوب تدمج هذه الكلمتين سموك فوق، الاختصار مالتهم كذا، تحفظهم، تحفظ ان سموك فوق تصير مثلا سموك. فلان عندك كلمة سبلاش سباتا، هذه الكلمة تقول عليها سبلاتا. شلون التغيير اللي صاير بيها برقم 10؟ شوف سبلاش، حافين ال اي اس اتش والاس بي اي صايرت سبلاتا، ولو الال لا ما حافظينها، ما حافظين ال ال يعني حافظين الاي سي اتش وحافظين الاس بي اي اس بي اي، فصارت سبلاتا. سبلاتا يعني شلون راح نقرا هاي؟ راح نقول سبلا سبلاتا هيك سبلاتا. هذا هيك صارت الفكرة بهذا التمرين. رقم 9 عندنا كلمة داندل. داندل هي أصلها دانس هاندل، دانس هاندل، حافين السي اي حافين الاتش اي فصارت داندل، يعني حافين جزء منا، حافين جزء منا وجزء منا، ومخلين هذا الجزء الأول والجزء الأخير دمجوهن بكلمة واحدة. هذه هي الطريقة اللي تكون بلندنج، طريقة اللي تكون بلندنج.